هذا موضوع نناقشه مع ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ أحمد عزام المحلل في أسواق المال. أستاذ أحمد، يعني ربما تزامن انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة مع تراجع أكبر في قيمة الين الياباني مقابل الدولار، وهذا ربما يقرب فكرة رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الياباني، هل هذا التحليل صحيح؟ مساء الخير أستاذ أحمد، شكرا للاستضافة. بكل تأكيد، هي عندما يتم قياس الدولار مع الين الياباني هناك اقتصادين يجب المناظرة فيهم وتحليلهم، الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الياباني. بكل تأكيد دونالد ترامب هو مادة ساخنة كما اعتدنا سابقا، بأنه هو من الممكن أن يؤجل التضخم مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هي فكرة قد تكون سلبية بالنسبة للاقتصاد الياباني بأن لا يتم تخفيض أسعار الفائدة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كما كان متوقع سابقا. بكل تأكيد كما ذكر دونالد ترامب هو مادة ساخنة، المخاوف من السياسات التي قد يستخدمها السياسات المالية من التعريفات الجمركية حتى من تخفيض الضرائب، أن يكون هناك عمليات ارتفاع للتضخم بشكل مستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي أن لا يكون هناك عمليات تخفيض أسعار فائدة بشكل كبير جدا، مما قد يعطي الزخم الأكبر للدولار الأمريكي لتسجيل ارتفاعات. هذه من ناحية دونالد ترامب وما يتم تداوله في الفترة القادمة، وبكل تأكيد هو سيد السياسات المفاجئة، وهو ما يتم تداول حتى الآن هو نظرة وتوقعات على ما سوف يفعله دونالد ترامب في الفترة القادمة. على ما أعتقد هو قد يكون في الكفة السلبية كتأثيره على الين الياباني، لأنه الدولار مقابل الين الياباني حاليا كل دولار أمريكي مقابل 156 ين ياباني، فبالتالي عند ارتفاع الدولار الأمريكي وتسجيله ارتفاعات قد نشهد المزيد من ارتفاعات الدولار مقابل الين الياباني، ما قد يعطي تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني في الفترة القادمة. فبالتالي على ما أعتقد نعم، دونالد ترامب قد يكون مادة ساخنة للاقتصاد الياباني وليس فقط للاقتصاد الأمريكي. طيب أستاذ أحمد، يعني عموما هناك ربما انقسام بين صناع السياسة في البنك المركزي الياباني حول نسب رفع أسعار الفائدة هذه المرة من 0% إلى 0.25%، هذا هو المستوى الحالي. ربما النسبة المقبلة عند 1%، ربما التوقيت هو الإشكال فيما بين صناع السياسة النقدية في المركزي الياباني. إذن رفع أسعار الفائدة قادم لا محالة، المشكلة ربما تكمن في التوقيت والذي يعتقد أنه سيتم في الشهر المقبل. نعم، أميل إلى ذلك أستاذ أحمد، أن يكون هناك ديسمبر تدخل من البنك الياباني لعمليات رفع أسعار الفائدة. عندما ننظر إلى السياسة النقدية في اليابان تحديدا، هي قد تخرج من الفوائد السلبية منذ بداية العام، عمليتين رفع أسعار فائدة كانت على ما أظن إحداهما هي لدعم الين الياباني بشكل كبير من تغيير السياسة النقدية. ليس فقط عمليات رفع أسعار الفائدة أستاذ أحمد هي الأساس بالنسبة لمحاولة دعم الين الياباني، هو محاولة حتى تخفيف عمليات شراء السندات بالنسبة لبنك اليابان. بنك اليابان هو من أكثر البنوك في الاقتصادات الكبرى الذي يشتري السندات الحكومية في بلده، فبالتالي كان هناك ضغط يعتبر نوعا ما سلبي على الين الياباني بعمليات الشراء المتتالية. تم أيضا تخفيض عمليات الشراء وهي مجدولة على فترة زمنية مقبلة. عملية رفع أسعار الفائدة أعتقد هي قادمة بالنسبة لديسمبر، يمكن ما قد أخرها من أكتوبر لديسمبر هي عملية التغيير السياسية. إشيبا قد جاء بالنسبة للوزارة، وكما نعتاد دائما رئيس الوزراء الياباني هو أحد الضاغطين على السياسة النقدية، كما يقال أن إشيبا أحد الرجالات الذي يتجه إلى السياسات النقدية التشددية، فبالتالي نعم أميل إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. قد تكون هي 25 نقطة أساس توجه جيد جدا، خاصة أستاذ أحمد عندما ننظر إلى عملية رفع أسعار الفائدة هي مقترنة مع النمو الاقتصادي في اليمن. النمو الاقتصادي يترنح في الفترة الأخيرة لو 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 صح التعبير في الفترة الماضية، نظرا لأنه كنا قد رأينا قراءة سلبية في الربع ما قبل الماضي، الربع الماضي اتجهنا إلى قراءة 0.7%، فبالتالي النمو الاقتصادي يعطي بعض الحيز لبنك اليابان للتحرك، بينما عندما ننظر إلى قراءات التضخم هي بعيدة عن مستهدف البنك اليابان، هي أعلى من مستويات 2% لأكثر من 25 شهر متتالي، فبالتالي أعتقد ليس فقط لمحاولة دعم الين الياباني، لا هو أيضا حتى لمحاولة كدح جماح التضخم في الفترة القادمة، فقد يحتاج بنك اليابان الدفع برفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة على ما أعتقد ب 25 نقطة.
ولفهم نسب التضخم في اليابان أستاذ أحمد لابد أن نعود إلى التاريخ. ربما في عام 2022 كانت نسبة التضخم سالب 2%، في العام السابق له كانت سالب 3%، ربما في هذا العام كانت 3% ثم انخفضت في الشهر الماضي إلى 2.5%. إذن هناك ارتفاع كبير في نسبة التضخم يعيشها أهل اليابان، وربما هذا هو ما يضغط الآن على صناع السياسة النقدية. الضغط بارتفاع أسعار السلع في اليابان وتكاليف المعيشة المرتفعة هناك لابد معه من خفض أسعار الفائدة. يمكن تتفق معي أستاذ أحمد، هي الحالة في اليابان والاقتصاد الياباني هي يمكن مختلفة تماما على الاقتصادات الأخرى. عندما ننظر إلى البطالة فهي البطالة حتى أقل عند 2.4% مقارنة بالاقتصادات الأخرى. كما أشرت بأنه التضخم قد سجل ارتفاعات، نعتدنا على بنك على اليابان اقتصاد اليابان أن يكون هناك تضخم يعتبر قليل جدا، نظرا لأنه شعب اليابان شعب غير مسرف، يعتبر قليل الاعتماد على الإنفاق والاستهلاك. فبالتالي هي أحد الإشارات بأنه الطلب المحلي في اليابان كان يعاني في الفترة الماضية ويعاني بشكل مستمر جدا مع ارتفاعات التضخم. حتى بالنسبة عندما ننظر على الأعمار بالنسبة لليابان فالأعمار تعتبر مرتفعة جدا قياسا بالاقتصادات الأخرى، فبالتالي هي معطيات متكاملة بالنسبة للاقتصاد الياباني ضاغطة بشكل كبير لمحاولة تغيير السياسات النقدية. يمكن لو صح التعبير وكما ذكرت قبل قليل بالتقرير، أحد الأدوات المستخدمة مرارا وتكرارا بالنسبة للحكومة اليابانية هي التدخل في عملة الين الياباني، شراءات متتالية. يعني 9.8 تريليون ين ياباني تم شراؤه في أبريل وماي الماضيين، وحتى 5.5% ما بعد ذلك عمليات شراءات للين الياباني. لذلك اقتصاديا يحتاجون رفع أسعار فائدة، التدخل أيضا بشراءات الين الياباني نعم يحتاجون ذلك. فهي معطيات متواجدة، يمكن معطيات معقدة، لكن أعتقد الحلول المتواجدة والمفتاح الأساسي بالنسبة لبنك اليابان هي أن يتم رفع أسعار الفائدة وأن يكون هناك مقترن بالاقتصادات الكبرى. يمكن تتفق معي أستاذ أحمد، في الفترة الماضية كانت البنوك الكبرى ترفع أسعار الفائدة وصولا بالاقتصاد الأمريكي عند 5% تقريبا، بينما بنك اليابان كانت بأسعار فائدة سلبية. هذا الانحراف والتباين في السياسات النقدية أيضا يعتبر ضاغط لفترة زمنية طويلة ما يقارب السنتين، وقبل كانت سنتين ما يقارب سنتين الضغط على الاقتصاد من كوفيد-19. فبالتالي أعتقد بأنه رفع أسعار الفائدة والتدخل بالنسبة للحكومة اليابانية هو شروط أعتقد واجبة، وهي مسألة وقت بالنسبة للاقتصاد الياباني. الواقع أستاذ أحمد أن الحالة اليابانية في أسعار الفائدة حالة فريدة من نوعها، يعني هي اقتصاد صناعي تصديري بامتياز، وبالنسبة له خفض أسعار الفائدة إلى ما دون 0% كما كان يحدث في السابق كان مضرا بالصناعة. لابد للمصنع أن يحصل على عائد، ربما أسعار الفائدة تحفزه، وأيضا ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستوى كبير يضره أيضا. إذا نقطة التساوي أو يعني النقطة العادلة في سعر الفائدة لاقتصاد كاليابان نقطة حساسة جدا وفريدة من نوعها في العالم، لا نرى ذلك في اقتصاد آخر. أتفق معك أستاذ أحمد، يعني عندما ننظر حتى على المعطيات الاقتصادية وكما أشرت إلى التاريخ، دائما التاريخ يبوح بالأسرار. عندما ننظر إلى التاريخ، شينزو آبي عندما جاء برئاسة الوزراء اليابانية استخدم سياسة مالية شينزو آبي 1 وشينزو آبي 2 على مرارا وتكرارا، وكانت هي أحد الأدوات هي الفوائد السلبية لمحاولة لتشجيع بشكل أكبر على الإنفاق. يحتاج الإنفاق، عندما تكون الفوائد سلبية معنى ذلك أن لا يكون هناك استثمارات بشكل كبير على الودائع، استثمارات بشكل كبير على الأمور التي تدر الفوائد بالنسبة للأموال. فبالتالي الفوائد السلبية كانت هي في محاولة بطريقة أو بأخرى لدعم الإنفاق. هي عبارة عن سياسة تم استخدامها لفترة زمنية طويلة بالنسبة لبنك اليابان، وحتى هو أحد السياسات التي تم استخدام الضريبة بشكل مباشر في الفترة الماضية، استخدامات متتالية بالنسبة للحكومة اليابانية. فأعتقد كما ذكرت أستاذ أحمد هم يحتاجون تغيير في الفترة الحالية، والتغيير هو واجب قياسا مع الاقتصادات الأخرى التي رفعت أسعار الفوائد بشكل كبير في الفترة الماضية. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ أحمد عزام المحلل في أسواق المال، شكرا جزيلا لك.